الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، جاء في صحيح الترغيب من رواية أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله تعالى عنه، وبلال كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموقف كان في يوم عرفة، فقال لبلال: يا بلال أنصت لي الناس. أنصتهم يعني كلم الناس يستمعوا لما أقول، يعني سكت الناس، اللي بيتونسوا، اللي بيتكلموا، اللي بيدعوا، اللي بيتلوا في القرآن غيره، أنصت الناس. فقام بلال فقال: يا أيها الناس انصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يا أخواننا من أعظم الآداب التي تجب علينا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن ننصت لحديثه. فأما الناس اللي حضروه زمان من الصحابة رضي الله عنهم، الواجب عليهم ينصتوا إذا تكلم ويتأدبوا في خطابه صلى الله عليه وسلم. شكد ربنا قال: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض. يعني لما انت بتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ما بتخاطبه زي ما انت بتخاطب بقية الناس، تقول له يا فلان، والناس اللي نادوه من وراء الحجرات، يعني هو داخل بيته بيجوا بينادوه من برا. قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. شوف ربنا وصفهم كيف. ولذلك ربنا أدب المؤمنين بأدب راقي، فقال سبحانه وتعالى: قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. طيب، فقال لو أنصت الناس، فاستنصت الناس فأنصتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام يتكلم فقال: يا أيها الناس إنه قد أتاني جبريل آنفا. يعني قبل قليل جاني جبريل عليه السلام، فقال لي، قال: فأقرأني من ربي السلام. قال له ربنا يقرئك السلام. قال: ثم قال لي: أخبر الناس، الناس اللي واقفين بعرفة وعند المشعر، قال: أخبر الواقفين بعرفة وعند المشعر أن الله قد غفر لهم وضمن لهم التبعات. غفر لهم، دي حاجة ما سهلة، غفر لهم أي الذنب الذي بينهم وبين الله، وضمن لهم التبعات أي الذنوب التي بينهم وبين العباد. وده يا أخواننا أي فضل من مثل هذه الفضائل يتحقق لمن صلح توحيده في الأول. شوف انت فضائل زي دي عشان يبقى قلبك مستحق، وانت مستحق لهذا الفضل، لا بد انت في الأول يكون قلبك ده صالح للمغفرة دي. ما أي زول ربنا بيغفر له، وما أي زول ربنا بيعفو عنه، لأنه في موانع بتمنع مغفرة ربنا وبتمنع رحمته. ربنا قال: ورحمتي وسعت كل شيء. الناس
بيقوم بيقفوا لحد هنا بيقول لك يا مولانا ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء. انت كده كم من الايات عشان تعرف الفهم الصحيح؟ قال ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون. اها وبعدين فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. انت لو ما موحد رحمة لك ما في، لابد تكون مؤمن موحد. قال والذين هم بآياتنا مؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا، لاحظ، واتبعوا النور الذي أنزل به أولئك هم المهتدون. يعني قلبي يجد الرحمة بتاعت ربنا الواسعة دي، قلبي يلقاه ده اللي بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم وده المؤمن. عشان كده يا اخواننا الحديث ده فيه فضل عظيم لاي زول ربنا وفقه ومشى الحج. اول ما وقفت بعرفه ربنا يباهي الملائكه بالناس الواقفين في ارض عرفه وفي المشعر الحرام في المزدلفه، ربنا يباهي بهم الملائكه يقول لهم هؤلاء عبادي جاؤوني شعثا غبرا. وربنا سبحانه وتعالى يعفو عنهم جميعا الا ذو المشرك ده، ترى ما عنده حاجه، ده ما عنده اي شيء. ربنا قال ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، ما عندهم حاجه دي. قال اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. ليه؟ ديل اعمالهم اللي بيعملوها حاطه الكفار لانهم كانوا بيتفاخروا، العرب كانوا بيتفاخروا بانهم هم اللي بياكلوا الحجيج واللي بيطعموا الطعام واللي بيسقوا الماء، زي ما ابو طالب قال لهم وكان لنا حوض السقايه فيهم ونحن الهدى من غالب والكواهل. لما قالوا احنا اهل السقايه ونحن اهل الاكرام، اكرام الضيف واكرام الحجيج، ربنا قال لهم اجعلتم سقايه الحج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، ما بيستوون. عشان كده يا اخواننا ما كل زول وقف بعرفه معناه ربنا بيرضى عنه بيغفر له، وما كل زول مشى هناك في المزدلفة أو خدم البيت الحرام معناه ربنا بيعفو عنه، ربنا بيعفو عن أهل التوحيد. الآية البعدية ربنا قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. عشان كده يا أخوانا أنت لما توفق وتمشي الحج خليك حريص، أنت قبل ما تتحرك خليك حريص من مكانك راجع التوحيد راجع العقيدة. ربنا قال وأذن في الناس بالحج لإبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج بعد ما بنى البيت، وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بعد ما بنى البيت ربنا قال له أذن، نادي نادي الناس يجوا الحج، وأذن في الناس بالحج قال يأتوك رجالا، رجالا يعني ماشيين على رجليهم، وعلى كل ضامر الإبل يأتون من كل فج عميق. الفجاج هي المداخل بتاعت الجبال، اسمها الفجاج.
زي ما ربنا قال وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون. يأتون من كل فج عميق، الناس الحج الآن بيجوا من كل فجاج الأرض، من الدنيا كلها بيجوا يحجوا بيت الله، كويس؟ يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إلى أن قال حنفاء لله. ديل اللي بيمشوا الحج ما تمشي لك بعقيدة باطلة، انت لمن تملص تقلع هدومك عشان تلبس الإحرام، واحدين بيقلعوا الحجبات واحدين بيخلوها قاعدة، القلعوا عشان الإحرام ما عندهم إحرام ولا عندهم حج، والقلعوا والخلوه لابسينه ها اللبسوه ومشوا بيه بحجباتهم، ديل لا عندهم حج ولا عندهم إحرام ولا غيره، مدرعين حجبات يا اخ بيقلعوهم هناك، فضحونا فضيحة، فضحونا فضيحة، يقلعوا الحجبات يلموها منهم بالخرتاية هناك كم يشوفوا يا ناس. ربنا قال حنفاء لله، تمشي لله يا اخي ده بيت الله، الحج ده انت بتحج بيت الله، ماشي بيت الله وانت عقيدتك في الشيخ، بالله دي رجالة دي، انت ماشي لله في بيته المبارك وتحج بيت الله والدعاء مستجاب، وربنا يباهي الملائكة بعباده ويستجيب دعاهم ويغفر لهم، وانت قلبك معلق بفكي مدفون لا تحد قبة رمة معفن، ما تخاف ربك الخلقك، تمشي قلبك معلق بشيوخ بقبب يا ناس. شكد ربنا قال حنفاء لله غير مشركين به، وبعدين ضرب لك مثل قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، شوف بالله مثله ده كيف، فكأنما خر من السماء، زول جواقع من فوق السماء فوق جواقع على الأرض، قال فتخطفه الطير في الهواء ده اللي بيحصل له شنو ما معروف، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ده مشرك بالله ومشى هناك عامل فيها داير حج لله سبحانه وتعالى. عشان كده يا اخوانا نحن عشان ننال الفضل العظيم ده، اول ما تقيف انت في عرفه ربنا بيغفر لك، قال بيغفر لاهل المشعر وللواقفين بعرفه ويضمن لهم التبعات حتى الحقوق بتاعت العباده اللي عليك ربنا بيضمنها، بالله شوف العفو ده كيف، انت عندك مشكله مع زول طقيت شيك قبل كده ده حق ناس وحقوق العباد يقتص منها في عرصات القيامة، لابد من القصاص، يقتص من أي أحد أكل حق زول، انتهك عرض زول، أخذ مال زول، يقتص منه بعدين يوم القيامة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا. عشان كده يا أخوانا نعمل حساب لساننا، نعمل حساب لساننا، اللسان ده بيكب الناس في جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي معاذ، قال له وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم؟ اعمل حسابك من لسانك. يجي يوقف العبد يوم القيامه، قال اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع، ما عنده قروش، ده مفلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وانتهك عرض هذا، قال فيؤخذ لهذا من حسناته. بعدين الحساب يا أخواننا خلي بالك، الحساب حسنات، الحساب ما في قروش، انت شلت من ذول قروش هنا في الدنيا بعدين ما بترجع قروش، حسنات. وخد بالك بيشيلوا من الحسنه بتاعتك النظيفه، انت عندك حسنات هنا في الدنيا راحت منك لانك عملتها على غير السنه، راحت عندك حسنات انت عملتها وانت مرائي ما لها الله، راحت دي
ما بيشيلوا منها دي ما رايح اصلا، بيشيلوا من النظيفه اللي انت عملتها على السنه وانت عملتها خالصه لله، دي اللي بيشيلوا منها. فيؤخذ من حسناته، ادوا ديل كله اللي تكلمت فيه واللي كذبت فيه واللي تعنت فيه بالباطل واللي زورت حقه واللي اكلت ماله واللي انتهكت عرضه، كلهم يدون وانت بتعاين في حسناتك. شوف الكلام ده كيف، انت تعاين يشيله من حسناتك. المشكله الكبيره قال حتى اذا فنيت حسناته بتكمل، لانه ده ما رادم ردم تقيل هبكم كملت. قال اخذ من سيئاتهم، يشيله من سيئات ديلك يخطه عليه. قال فطرحت عليه ثم طرح في النار. موقف زي ده يا اخوانا، انت داير الرحمه من ربنا، الرحمه دي بتلقاها بموقف زي الموقف بتاع عرفه، تمشي لله نظيف، انت الوداك تمشي لربنا للحج وتمشي انت ملخبط بعقيده باطله، شنو يا اخي؟ يا ناس والله في واحدين، انا مره واحد لقيته طايف بالكعبه وانا جنبه هو مرته شغالين بدعوا، وده محل الدعاء المستجاب، بدعوا في الوقت ذاك شغالين يا علي يا علي يا ابو الحسن ويا ابو الحسين وشو. قلت لهم كلمه واحده، قلت لهم قولوا يا الله، والله قبلوا علي في الكعبه نبزوني نبز هو مرته الاثنين، يا حسود ويا حاقد يا ناس في شنو؟ قلت لكم نادوا الله حاقد في شنو؟ ناس زي ديل بيمشوا هناك وبيعقايدهم بعقيدتهم قاعدين به هناك، وفي واحدين يقول لك نحن ذاته كم ابواتنا ديل، ابونا الشيخ ما كان جينا هنا ذاته. يا زول ده بيت الله يا اخي، تعال نظيف يا اخي، نظف رقبتك، نقي رقبتك تمام بالتوحيد وامشي اقيف لله. وانت اتجردت من ثيابك هدومك اللابسه اللي عصيت فيها ربنا وسويت بيها وسويت بيها، انت قلعتها كلها ولبست الاحرام وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى وبتدعو، ما تدعو معه احد يا اخي، ادعو الله وراه، اسال الله، الله بيديك اي حاجه كويس. وقفت انت الموقف ده، عقيدتك نظيفه في ربنا، حتجي راجع من الحج كيوم ولدتك امك نظيف. النبي عليه الصلاه والسلام قال العمره الى العمره، قال تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، دي بتنظف. قال والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، الحج المبرور ده بس الجنه، حج لا فيه رفس لا نبذ لا اساءه لا شغل مع النسوان لا غيره، جيت نظيف من هناك بعقيده نظيفه ليس له جزاء الا الجنه. فاسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا كلنا ويعيننا على حج بيت الله الحرام. السلام عليكم.